مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل ظهر اليوم في قصر سموه في زعبيل رئيسة مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي معالي فالنتينا مادفيينكو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي. ورحب سموه في بداية اللقاء بالضيفة معربا عن سعادته بلقائها، حيث تم التباحث حول علاقات الصداقة التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية روسيا. وأكد سموه على عمق علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين منذ اليوم الأول لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة العام 1971، ونوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأهمية التواصل والزيارات المتبادلة وبين المسؤولين في كلا البلدين للتباحث والتنسيق المستمر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا ذات الصلة بالسلام الدولي وتحقيق الاستقرار والعدالة لشعوب الأرض بعيدا عن فرض إرادة القوة. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أدى اليوم السير جيرمي كوك القاضي الجديد في محكمة استئناف مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، وذلك بحضور ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي. ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رئيس السلطة القضائية الذي كان من بين الحضور والقاضي الجديد بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم القضائية في بين المتخاصمين وأن ينظروا في قضاياهم بعين العدل والمساواة دون تمييز حتى نحفظ لكل ذي حق حقه ونحمي مصالح المستثمرين من الشركات والأفراد ورؤوس أموالهم تحت عباءة القانون وليس غير القانون. وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله قد أصدر بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما يقضي بتعيين السير جيرمي كوك قاضيا دوليا في الهيئة القضائية لمركز دبي المالي العالمي التي تتألف من 10 قضاة دوليين من بينهم 3 قضاة من أبناء الدولة. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد عبد الله الغاز، فقد قام سموه ظهر اليوم يرافق ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة الحمرية في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. غادر صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة البلاد بعد زيارة أخوية للدولة. وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الوداع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس إطلاق النسخة الثامنة من جائزة اتصالات لكتاب الطفل والتي يشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتحظى برعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات، وذلك بحضور الشيخ بدور بن سلطان القاسمي المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين.
والتي قالت إن جائزة اتصالات لكتاب الطفل باتت تشكل هدفاً للتميز والإبداع أمام مختلف العاملين في صناعة أدب الطفل العربي، حيث تتيح لهم تطوير أعمالهم وجعلها أكثر جاذبية وتأثيراً، وفي ذات الوقت تمنحهم فرصة الوصول إلى العالمية من خلال اهتمام دور النشر الأجنبية بأعمالهم. وينبع حرصنا من إيماننا بأهمية القراءة والقوة الفكرية التي تمنحها لأطفالنا، فالقراءة هي منبع الحضارة والتقدم والرقي وإحدى الدعامات الأساسية التي تنهض وترتقي بها الأمم. وأشارت إلى أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل لم تعد مجرد جائزة تقدم مكافآت مالية، بل غدت من خلال هيكلتها الجديدة مشروعاً تطويرياً للارتقاء بعالم القراءة للطفل العربي. كما وزار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترافق الشيخ بدور بن سلطان القاسمي الرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات صباح أمس معرض لندن للكتاب، وتفقد منصة إمارة الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب في الدورة 45 من معرض لندن للكتاب 2016 والمقامة في قاعة معرض أولمبيا في العاصمة البريطانية لندن. تعرف سموه في مستهل الزيارة على ما تضمنته منصة الإمارة من مشاركات، والتي تكون بها الشارقة قد تجاوزت عقدا من الزمان خلال مشاركاتها ضمن معرض لندن للكتاب، والتي بدأتها في العام 2006. فبالإضافة إلى مشاركة هيئة الشارقة للكتاب فيها، كانت هناك مشاركة لكل من منشورات القاسمي ودائرة الثقافة والإعلام ومجموعة كلمات للنشر والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومشروع الثقافة بلا حدود وبرنامج منحة الترجمة. والتقى سموه خلال تواجده في جناح هيئة الشارقة للكتاب بمجموعة من المثقفين الإماراتيين والعرب من أصحاب دور النشر ورؤساء تحرير وصحفيين. واستعرض سموه أمامهم تجربته البحثية التي قادته لتأليف العديد من الإصدارات التاريخية المتنوعة بين كتب علمية وروايات ومسرحيات، استحضر من خلالها التاريخ وركز فيها على ما يخص منطقة الخليج والدول المجاورة لها كونها تمسنا بشكل مباشر. ووجه سموه بضرورة الحرص على انتقاء الأعمال بما يتوافق مع القيم والتقاليد الإسلامية والعربية الخليجية، والاهتمام بالمحتوى والعمل على تقديم كل ما هو متميز. أكد صاحب سمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بأن القيادة الرشيدة للدولة تولي قطاع الثروة السمكية اهتماما كبيرا، وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يسخر كافة الإمكانات المادية والمعنوية من أجل راحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له في هذا الشأن. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان بمكتبه بالديوان اليوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن أحمد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية. وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال المحافظة على الأمن الغذائي، وخاصة في مجال زيادة الثروة السمكية في الدولة، داعيا إلى ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات والتوجه إلى استخدام الطرق الحديثة في زيادة تلك الثروة. وأكد حرصه على تذليل الصعاب التي قد تواجه المشاريع التي ستنفذها الوزارة مستقبلا. وطلع سموه من معالي الوزير على خطط وبرامج ومشاريع واستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة خلال المرحلة المستقبلية على مستوى الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة. استمع سموه أيضا لشرح حول سياسة واستراتيجية الوزارة والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة لتطوير استدامة الثروة السمكية، ومنها برنامج الكهوف الصناعية لتعزيز المخزون السمكي في مياه الصيد بالدولة، حيث سيتم توزيع أكثر من 150 كهفا ومشدا صناعيا في مناطق مختلفة من إمارة عجمان قريبا، والتي ستسهم بشكل كبير وإيجابي في استدامة الثروة السمكية وتكون ملاذا ومكانا للجميع أو لتجميع الأسماك والعيش فيها فترة أكبر وأطول.
استقبلت معالي الدكتور أمل الجبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي نظيرتها معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق لها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة أبوظبي. الزميلين من صبح حضر هذا المؤتمر الصحفي ووافانا بالتقرير التالي. تعقد معالي الدكتورة أمل عبدالله الجبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس الوطني الاتحادي. تعالوا لنتعرف على ماهية هذا المؤتمر الصحفي. عقدت معالي الدكتورة أمل الجبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس بأبوظبي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق لها، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ولا سيما الشأن البرلماني، بما يحقق مصالح شعبي البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة العربية والعالم أجمع. ورحبت معالي الدكتورة أمل الجبيسي في بداية اللقاء برئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق لها، وأشارت إلى أن مبادرة معاليها بزيارة المجلس الوطني الاتحادي إنما تؤكد على الرغبة الصادقة في تطوير علاقة الصداقة مع المجلس الوطني الاتحادي بما يتوافق مع تطور العلاقات بين قيادة وحكومة البلدين، موضحة أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البرلمانين والاتفاق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمجلسين الصديقين على مختلف الصعد. وأكدت معالي الجبيسي خلال اللقاء على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية روسيا في القطاعات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول العشر الأولى في مجال الاستثمار في روسيا، منوهة إلى أهمية تعزيز هذا التعاون ليشمل القطاعات الأخرى المتعلقة بالتنمية والاستدامة. من جانبها أكدت معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية على تطلع جمهورية روسيا والبرلمان الروسي إلى تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، موضحة أنه توجد العديد من الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. هذا وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتبادل الزيارات بين المجلسين وتتويج هذا التعاون عبر تشكيل لجنة صداقة برلمانية لتبادل الخبرات بين اللجان المختصة في الشؤون الاقتصادية والخارجية والتشريعات، إضافة إلى أهمية دور لجنة الصداقة في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية حول القضايا العالمية التي من أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم القضية الفلسطينية والدعوة إلى تحقيق الأمن والسلام الدولي، فضلا عن أهمية دور لجنة الصداقة البرلمانية في الدفع قدما بالعلاقات الإماراتية الروسية إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. تعزيز أوجه التعاون والصداقة والعلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية هي من أبرز الملفات التي تم طرحها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي. أيمن مصبح، قناة الظفرة. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في العاصمة أبوظبي حفل تخريج البرنامج الثاني لرعاية المبتكرين التابع لمركز وزارة الداخلية للابتكار والدفعة الأولى من دبلوم الابتكار، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كلية التقنية العليا. وطلع سموه على 6 مشروعات ابتكارية جديدة تم اختيارها من بين مجموعة كبيرة من المشروعات الابتكارية التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية لتعزيز مسيرة العمل الشرطي والأمني. وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن هذا التكريم جاء استجابة لتوجهات قيادة الوطن الحضرية الحريصة دوما على الاهتمام بأبنائها المبتكرين والمبدعين، حيث جعلت الابتكار عنوانا رئيسا لهذه المرحلة، مشيرا سموه إلى جهود الحكومة في نشر المعرفة وتأكيد أهميتها بمسيرة البناء والنهضة.
طبقاً للهدف الاستراتيجي المحدد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء اللي هو ترسيخ ثقافة الابتكار في المؤسسة، من هذا المنطلق تم إطلاق العديد من المبادرات الابتكارية، ومن هذه المبادرات اللي هو دبلوم الابتكار وبرنامج رعاية المبتكرين الثاني. المبادرة والدبلوم يهدفون إلى زيادة القدرات أو تطوير المهارات والقدرات الابتكارية لدى منتسبي الوزارة، وبالتالي نحقق الهدف الاستراتيجي. بداية أشكر سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللي أتاح لنا الفرصة للانتساب لهذا الدبلوم اللي كان برعاية كليات التقنية العليا، اللي نحن أمانة استفدنا استفادة كبيرة منه خلال 9 أسابيع من الحياة العملية والنظرية. كان لي الشرف أني أكون أحد منتسبي برنامج المبتكرين. برنامج كان جدا مفيد، أشجع الكثير أنه يدخل فيه. فيه عبارة عن امتحانات واختبارات في البداية، وبس الشخص الإنسان اللي قادر أن يعديها بتكون له نقلة نوعية خاصة. كرم الفريق اسم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مبنى الوزارة النقيب سالم فهد النعيمي وشقيقه المساعد أول أحمد فهد النعيمي، تقديرا لشجاعتهما وحسهما الفني في القبض على عصابة من اللصوص وتسليمهم للشرطة الإسبانية أثناء تواجدهما في إجازة خارجية هناك. ومنح سموه الأخوين النعيمي ميدالية الحس الأمني تقديرا لجهودهما الاستثنائية التي جسدت روح المواطنة الإيجابية، حيث قام الشقيقان بمساعدة شرطة برشلونة بضبط العصابة، واستطاعا بحسهما الأمني مساعدة الشرطة الإسبانية في إلقاء القبض على أفراد تلك العصابة التي كانت تخطط لسرقة مجموعة من السياح، فتدخل شقيقان على نحو ذكي ومدروس لمحاصرة الجنات ومنعهم من الفرار لحين وصول الشرطة الإسبانية، علما بأن أحد الأشقاء تعرض لإصابة بسيطة أثناء قيامهما بذلك. وأثنى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على شجاعة المكرمين وتصرفهما المسؤول، مثمنا موقفهما الإيجابي ومساعدة قوى إنفاذ القانون خارج البلاد على أداء واجبها بشكل طوعي. استقطب جناح وزارة الداخلية في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الزوار والمهتمين الذين اطلعوا على مبادرات الوزارة ومشاريعها التي تعكس روح الابتكار والإبداع لدى موظفي الوزارة، وذلك لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عبر اختصار الوقت والجهد في الخدمات التي تقدمها للجمهور. وعبر العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة خدمة المتعاملين بوزارة الداخلية والمشرف على جناح وزارة الداخلية عن شكره وتقديره لزوار جناح الوزارة الذين أبدوا ارتياحهم بالخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة، وتعرفوا عن كثب على أبرز المشاريع التي تم عرضها في الجناح، مشيدا بالجهود التي بذلها القائمين على المعرض في إخراجه بهذه الصورة الحضارية، ومثنيا على حسن التنظيم والإدارة. وقال إن المشاركة أبرزت دور الوزارة والتزام قيادتها العليا وجهودها الدؤوبة في مسار التحول نحو الحكومة الذكية، واستهدفت تعريف الجمهور بما توفره الوزارة من إمكانيات في تطوير جودة خدماتها المقدمة لإسعاد متعامليها. وأتاح جناح الوزارة بالمعرض لزواره والراغبين في التسجيل الأساسي لنظام السفر الذكي ضمن مشروع المنافذ الإلكترونية التي دشنته وزارة الداخلية مؤخرا في مطار أبوظبي، والتسجيل الأول خطوة أساسية لاستخدام الخدمة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المشروع أو قدمها المشروع أثناء السفر عبر مطار أبوظبي. في الشأن اليمني، أفادت المقاومة الشعبية اليمنية بأن الميليشيات الانقلابية الحوثية عززت عناصرها خلال اليومين الماضيين بحوالي 100 عربة عسكرية تقل أفرادا وعتادا في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء، رغم دخول اتفاق سريان الهدنة بين القوات الشرعية في اليمن من جهة والمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة أخرى، حيز تنفيذ أول أمس الاثنين تمهيدا لبدء مفاوضات جديدة بين هذه الأطراف في 18 أبريل الجاري لحل الأزمة التي تعصف باليمن منذ أكثر من عام. وقال القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب أحمد الشليف اليوم إن الميليشيات الحوثية عززت جبهتهم بصرواح بهذا العتاد الكبير من الأفراد والسلاح في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار،
وأضاف أن المتمردين أطلقوا خلال أول يومين من الهدنة العديد من القذائف المدفعية على مواقع المقاومة الشعبية في جبل هيلان بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل 5 من أفراد المقاومة. وهناك تبادل لإطلاق نار اليوم كان هناك في جبهة صرواح بين الميليشيات والمقاومة بعد أن بدأ المتمردين بقصف مواقع للمقاومة من دون أن يذكر نتائج هذا القصف المتبادل. اتهم الشريف الميليشيات الانقلابية بأنهم غير جادين في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، مضيفا أن المقاومة الشعبية أصبحت في موقف دفاع بسبب الهدنة. اقتصادياً، واصل سوق أبو ظبي المالي الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك الجلسة الخامسة على التوالي مع تدفق جديد للسيولة. كذلك مؤشر سوق دبي ينهي تعاملاته اليوم على ارتفاع مع زيادة القوة الشرائية على الأسهم في ظل وجود النفط عند مستويات مقبولة وتحسن لأداء الأسواق العالمية. نتابع آخر إغلاق للمؤشرين المحليين باللون الأخضر. وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى لليوم. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.